منى، انت السبب في شنكلتنا وربطتنا وساعدتنا. متشكره قوي، ارجوك تحضري حفله خطوبتك. طيب سيبي العنوان جوه. يلا يا حبيبتي. مدام منى، انا المعذبه بشبرا. افندم، انا المعذبه بشبرا. انا معذبه اكتر منك، وعذابي هيوصل اسكندريه بعد ساعتين عن اذنك. يا نسا يا اميره، حرام عليك، الفيلم هيتعطل. وبعدين بقى قول للمخرج انا بقالي ست اشهر ما شفتش خطيبي، والنهارده هنتجوز. طب امضي لي هنا لحسن هيخربوا بيتي. لا صباح الخير. امال لما تبقي بطل هتعملي فينا ايه؟ اطمني، ان شاء الله الولاده هتكون طبيعيه. برضه هتسيبيني؟ قصد عني. تبقى انت اللي بتعالجيها وتسيبي دكتوره تانيه تولتها؟ اسلام، جوزي ما شفتوش من ست اشهر. ليه كفى الله الشر؟ متخاصمين؟ لا، اصله ظابط في البحريه. وبسلامته بيسيبك بالست اشهر؟ عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. الله. تعرفوا ان غيبة الايام الطويلة بتجدد المشاعر؟ انا حاسة ان دي اول مرة بشوف فيها شريف. فعلا، كل اجازة اشوف فيها احمد بحس باحساس الليلة الاولى. امتى بقى ابقى زيكم واحس الاحاسيس الحلوة دي؟ انا طهقت بقى من السندوتشات. انا حالف اني اتجوز المرة دي وانتوا حالفين تبقوا شهود، صح؟ بلاش تهور ابو السمرة واجل الجواز للمرة الجاية. المرة دي مفيش وقت، ليك علينا المرة الجاية نعمل لك حتة فرح ما حصلش. بس ما اقدرش المرة اللي جاية، أنا تعبان كده. طيب بلاش، مش هتجوز المرة دي. يا حبيبي أبو سمرة، أنقذتنا ساعة. طول عمرك إنسان وقلبك كبير. وفي حاجة كمان. إيه؟ مش هقضي الأجازة مع خطيبتي خالص. أمال هتقضيها فين؟ هفضل قاعد في البيت. أحسن. وأطفي النور. كويس. وأولع الشمع. صح. وأغني وأقول يا بختوكم يا متجوزين. هتنق يعني؟ يبقى مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ننزل على المأذون عدل. ها، ايه رأيكم نقف نفطر؟ احسن انا من فرحتي ما فطرتش. قصدك من لهفتك. بس يا جماعه ما نتأخرش. ها؟ خدونا معاكم. اصل العربيه بتاعتنا عادي، خدونا معاكم والنادي. اهلا اهلا، اتفضلوا. ايه اللي بتعملوه ده؟ مش عيب عليكم تركبوا عربيات ناس اغراب يا بنات؟ طب وفيها ايه يا نسا تفيد؟ فيها شرف الشركه وسمعتها. عربيتنا عطلت والناس بتساعدنا. كل دي يا نسا؟ المساعد ربنا مش عربيات الناس. يا نسا تفيدة، خد المساله ببساطه بقى. اللي اتأدب اللي اتأدب اللي اتأدب. في ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. بلاش كده. Thank you.
انتوا وقفتوا ليه؟ العربية عطلت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قول له. يلا. بصراحة بقى يا نسات احنا بقالنا ست اشهر ما شفناش ستات. ايوه. فاهمين يعني ايه؟ لما عرفوا ان الاجازة بقت 24 ساعة بس كانوا مستعجلين لدرجة ان الكابتن احمد والكابتن سمير نسوا شنطه. هي الاجازة بقت 24 أيوة. ساعة بس؟ يعني مش هلحق اتجوز. اتفضلوا خد الشنطة. اتفضل. قبطان شريف، قبطان احمد، قبطان سمير. هنا؟ ايه ده؟ شريف فاخر عامل كده؟ ليه؟ هو احمد عامل هو كمان؟ ايوه يا ستي. بس على مستوى اقل. الحقوا تعالوا شوفوا مصيبتي ايه ده. صدقوا اللي قالوا. قالوا ايه؟ ان البحار له في كل مينا زوجه. هما راحوا كام مينا؟ 39. رمرمه قلة ادب. ايه كان في كل جواب يقول لي صورتك دايما بتعزيني، هتاري عامل صوان بياخد فيه العزه ورايا. يلا انا نجمه مصر المنتظره ابقى كومبارس في مملكه سمير. الاسم ضابط بحري والفعل شهريار بحري. اسمعوا، هو مش كل واحد فيهم عامل شهريار؟ يبقى احنا كل واحده فينا تعمل ايه؟ شهريار. نصوم نصوم ونفطر على حواديت. اللي صبرنا ست اشهر نصبر كمان ست اشهر. ونسيبهم يدخلوا 39 دنيا جديده؟ انا ما اقدرش اصبر ولا ثانيه. انا شخصيا مش حاسس لنفسي ابدا اني ابقى زي اي واحده من دول. ومين اللي حاسس؟ يمكن اميره. اميره رفضت مليون راجل عشان سمير، ولازم اعلمه يرفض الدنيا علشان. يبقى متفقين؟ متفقين. شريف ما يدوقش الحب. احمد انا حربيه. كل اللي بينا انتهى يا سمير. يا حضرات ده محل مأذون مش محل كسبرة. هاتوا العروسة انا اجوزها. بس حالا حالا استني العروسة. اتفضل. تكون موجودة. اهلا منورين. شو حاجة. هناخد حلبة حفصة والناس. الو الو يا طنطا يا سمير. شكتك نايبة. الحمد لله على السلامة يا جوز بنتي. يا طنطا اديني اميره والنبي. اميره دي اميره راحت لك اسكندريه عشان تستقبلك يا مدهول. راحت فين؟ ايه راحت فين؟ تستقبلني؟ افتح باب افتح باب اميره على الباب. باب ايه؟ باب ايه؟ باب ايه؟ باب المينا. مينة ايه يا ابو سمره؟ ده احنا هنا في مكتب الاستاذ. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف. تعال نروح لها سوا. تروح لها فين؟ ما انت تروح لها من هنا وهي تيجي من هنا. انا عندي فكره. انت تستناها هنا، اول ما توصل كلمنا بالتليفون نجي لك على طول. يلا بينا. هتسيبوني لوحدي سمير.